مزيان يا اختي. عينك ساوي اختي، عينك ساوي اختي اختي اختي. دايره لبس كثيره بخير، لبس عليك اختي عزيزين يا اختي عزيزين. كديره كديره البنوته لبس عليهم حبيبي يعطيك صحتك الجنه اختي. المهم زينب انا دابا عاد غندير لكم بلاطو ديال تقديم. شوفي عاوتاني صوتي انا مشى. المهم اليوم عندنا واحد ليفينمون، كاين واحد لوفيرتور اللي غتشوفوها معايا ان شاء الله في الفيديو. جيت عند زينب بيان سور، زينب راه كلكم كتعرفوها، زينب بناني كدير ليا ماكياج انا وهي اللي ولات كتعرف الوجهي. جيت عندها باش تصوبيا تاكتيفي لي الزين. شوفوا زينب شنو غدير لينا اليوم ان شاء الله. يلا ناخذ حوايجي ونطلعوا. كتاكتيفي لي الزين، دارت لي المشطه ديال وصفات هدى، قالت لي غادي ندير لك هذيك المشطه اللي كتعجبني ديال وصفات هدى. غير بزاف ديال الناس اللي تفرجوا في الميسيون كلشي كان كيقول لي هدى هذيك المشطه زين مسمي على كوكا. كوكا كتزوين، كتقول لي غندير لك مشطه كوكا كدير شيك زوينه. كنقول لها انا كوكا. بزاف الناس سي فري، بزاف الناس قالوا لي هدى هذه المشطه اللي كدير لك زينب كتجيك زوينه. وصافي قلت لها يلاه سيري توكلي على الله. تتقول لي كي جيتكم، كي جيتكم انا لابسه كلشي اليوم بلو، صويبيت في البلو هذا نيت يلاه خديتو وصافي ولاباس. قلنا نمشيو ما بين سبور كلاس. ايوا دابا يلاه نمشيو باش نشوفو ليفينمون ديالنا كيفاش غادي تدوز في هاد الدقيقه هي وعصابه وداكشي وداكشي. الله يعسل الله هدى للشبابيه،
الهدى يا الوردة قولوا معايا الهدى يا الوردة الهدى يا الوردة الهدى يا الوردة الهدى يا الوردة نوارة 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 الهدى نوارة 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 وهلوا هلوا 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 بوغوسا بوغوسا قومني هبوغوسا للهدى بوغوسا على شطحة عندها وعلى ركسة عندها Yeah.
بنتي كتبكي ويني ماما توحشتيني انا توحشتك صافي ماما صافي يا ديالي انت جيتي صافي ماما صافي زوينين ديالي صباح الخير عليكم. البارح خليتكم في العشيه ولكن دابا انا غادي نقول لكم صباح الخير لان البارح ما قديتش مازال نكمل معكم الفيديو عييت بزاف شفتوا معايا البريباراسيون ديال النهار كامل سير هنا عاتي راه كنت كنحس براسي بحال انا هي مولات المحل انا هي اللي غندير الافتتاح وانا ما عندي حتى علاقه انا الغدا معروضه فواحد الاحساس جميل جميل جدا كنتمنى لاي واحد تفرج في هذا الفيديو وعنده شي امنيه باغي يحققها وبغي يدير شي بروجي في حياته وهذا فكنقول لكم الله يكمل عليكم بالخير وكنتمنى يا ربي حتى نتوما تحطوا في هذاك الموقف اللي شفت البارح حتى انا راه شدتني التبوريشه وكنت انا قلت الله يسهل عليا حتى انا ندير شي حاجه وندير لوفيرتو حتى نتوما الله يسهل عليكم الله يسهل عليكم واللي في امنيتو شي حاجه الله يسهل عليه. اليوم انا الصباح راه معايا لاله سعيده انتوما الغفله راه واخا ما كنصوروش مصبحه عليها صبحه لا لا غادي نمشيو نفطروا اونصومبل راه واخا ما كنشوفوش سعيده معايا ما كنصوروش ولكن راه انا وسعيده راه دائما على تواصل ماشي بالضروره اننا نحطوا الكاميرا باش نقول لكم عيو عيو هي سعيده معايا فاطرين في البحر فاطرين اليوم في البحر غادي نمشيو نفطر في البحر ويا غادي نمشي انا وسعيده واسماء نمشيو نفطروا في البحر. المهم زوين باش نختم معكم هذا الفيديو بالنسبه بغيت جبت لكم واحد البلان واعر بزاف 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 بالنسبه لساكا كويزين نهار السبت هذا السبت هذا ديال بعد غدا اليوم الخميس غدا الجمعه بعد غدا اللي هو السبت في المحل بالضبط المحل ماغازان ديال عين السبع ماشي اي ماغازان ماغازان عين السبع الوحيد غادي يديروا فيه واحد الحفل زوين بمناسبه عيد الام غادي يكون دي جي غتكون لانيماسيون غتكون جو كنظن غتكون غيكونوا مسابقات غادي يكونوا هدايا وايضا غيكونوا دي بروموسيون اللي هما زوينين هاد لي بروموسيون ما كاينين في حتى شي محل وما كاينش حتى في لو سيت كاينين فقط في الماغازان ديال عين السبع وان شاء الله كنتمنى نحضر يطلقني الوقت بغيت نمشي نتفرج فواحد المسرحيه. مهم نقدر نضرب واحد الطليله ان شاء الله في العشيه تما في الماغازان نشوف مع سعيده هي تمشي تضرب طليله تما ان شاء الله وجيو باش نتلاقاو ونتصوروا ونضحكوا اونصومبل ونتجمعوا ان شاء الله. فشنو اخر غادي نخلي لكم في صندوق الوصف غنخلي لكم المحل ديال فالفلوري اللي دار ليه لوفيرتور ربما يسولوني عليه البنات غنخلي لكم العنوان ونخلي لكم رقم الهاتف نخليه لكم في صندوق الوصف وايضا غادي نخلي لكم حتى النمره ديال زنوبتي حبيباتي صاحبتي الزوينه الماكيوز ديالي ما بريفيري نخلي لكم حتى رقم الهاتف ديالها راه كتصوب هكا الناس اللي غاديين معروضين لشي بلاصه اولا العريسات راه دايره اثمنه جد 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 مناسبه فاي معلومه غادي نخليها لكم في صندوق الوصف عندكم تنساو النهار السبت ان شاء الله اجيو باش نحتفلوا بعيد الام في ساكا كويزين ديال عين السبع خليتكم على خير نتمنى الفيديو يكون عجبكم ونال رضاكم وتلاقينا بكم ان شاء الله فيديو جاي. السلام عليكم.